بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، الحج عبادة عظيمة وفريضة كريمة، كم لها من ثمرات وكم لها من فضائل، لو وقف الإنسان عليها لازداد شوقا لأداء هذه العبادة. من أولى هذه الفرائض أن الحج بريد إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي يكون خالصا لوجه الله عز وجل، فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه البعد عن المعاصي، وفيه الإحسان إلى الناس. ومن فضائل هذه العبادة العظيمة أنها ميلاد جديد، وكفارة للسيئات، ومحو للآثام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. فهذه العبادة هي من الكفارات، كفارات الذنوب. ومن فضائل هذه العبادة أنها تنفي عن الإنسان الفقر والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن فضائل هذه العبادة أنها في منزلة الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضعيف وإني جبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نرى الجهاد من أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد في مقام الحج. ومن فضائل هذه العبادة أن الحجاج والعمار يكرمهم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. فالحج من مواطن الدعاء ومن مواطن الإجابة. ولذلك أثر عن أحد الصالحين أنه جلس 80 سنة يسأل الله عز وجل، يقول: اللهم لا تجعل آخر العهد بهذا المكان. فكان يحج في كل عام، وفي سنته الأخيرة لم يدعو بهذا الدعاء فقبضه الله عز وجل. وهذا الحج أيضا من فضائله أن من مات فيه كان من علامات حسن الختام. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة ذلك الرجل الذي وقصته الناقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. ثم تأمل الفضائل الكثيرة في مناسك الحج. لما يلبي الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لبى ملب إلا شهد له ما عن يمينه وما عن شماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل إلا بشر، وما كبر مكبر إلا بشر. قالوا: يا رسول الله، بالجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم الأجور التي تكون في الطواف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شرب ماء زمزم، قال صلى الله عليه وسلم:
ماء زمزم لما شرب له، ولذلك أثر عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه كان يشرب ماء زمزم يقول لدفع عطش يوم القيامة. وأيضا من الفضائل رمي الجمار، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فلك بكل حصات تكفير كبيرة من الموبقات. الله أكبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورميك الجمار لك نور يوم القيامة. وأيضا من الفضائل حلاق الشعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حلاقك شعرك فلك بكل شعرة حسنة وتمحى عنك سيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تسقط شعرة إلا كانت لك نورا يوم القيامة. ما أعظم هذه الفضائل وما أكثر هذه الثمرات التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان في رحلته إلى حج بيت الله الحرام.